نحن عندنا قناة إن شاء الله حتطلع اليوم في الليل، وحنعطوكم إن شاء الله قبل ما تروح اليوم بإذن الله حنعطوكم التردد، وحتطلعوا مباشرة وحتردوا علي وتقولوا لي يا كذاب في وسط عينا. Yeah.
التي خرجت من أجل مدينة بنغازي أولاً ومن أجل الوطن كله شرقه وغربه شماله وجنوبه. فأهالي مدينة الزاوية يرسلون إليكم تحياتهم وأشواقهم ومحبتهم إلى هذا المكان خاصة والمنطقة الشرقية عامة. فإن مدينة الزاوية التي انتفضت منذ الشرارة الأولى استجابة لنداء مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية. إن مدينة الزاوية لا زالت على عهدها كما كانت منذ انطلاقة ثورة 17 من فبراير، حيث قدمت الشهداء وارتوت هذه الأرض بدماء الشهداء كما ارتوت بقية الأراضي الليبية بدماء الشهداء إلى الأحرار الذين نترحم عليهم في هذا المساء الطيب وفي هذا اليوم المبارك. ويجب علينا أن لا نخون دماء الشهداء، ويجب علينا أن نخرج ببلادنا إلى بر الأمان، وأن نقيم الانتخابات في موعدها كما ونعلن من هنا من الميدان الذي صار رمزا للثورة والثوار، الميدان الذي خرج إليه أهالي الزاوية صبيحة يوم 17 من فبراير سنة 2011 يحتفون بالروح بالدم لفتيك يا بنغازي. وتساقط الشهداء تباعا من أجل بنغازي من مؤكدين على وحدة ضراب الوطن في ميدان الزاوية الذي درج بالدم السكين فرارا من عهد الطليان إلى عهد الطاغية الباغي من ميدان الزاوية وساحة مسجدها الذي هدم الذي كان منارة جهادية ضد الظلم والجبروت. من هذا الميدان نعلن أولا أن أهالي الزاوية ما زالوا على العهد، عهد الثورة، ثورة 17 من فبراير، وأنهم لن يخذلوا الشهداء الأبرار وما تعاهدوا عليه معهم يوم أن خرجوا حاملين أرواحهم على كفيهم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر، الله أكبر. ثانيا أهالي الزاوية الذين خرجوا استجابة لنداء أهالي بنغازي لم ولن يتبدلوا ولن يبدلوا ولن يتغيروا ولن يغيروا، مؤمنين بوحدة الوطن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه دون أي تهميش أو إقصاء لأحد، رافضين لتجربة الفيدرالية التي أثبت التاريخ فشلها منذ ما يقرب من نصف قرن، عاقدين العزم على نبذ المركزية الإدارية المقيتة، وأن المشاكل الإدارية لا تحل بالطرق السياسية. ثالثا أن أهالي الزاوية يعلنون تحذيرهم لكل من يحاول المساس بأهداف ثورة 17 من فبراير. أبو وحدة التراب الليبي الذي من أجله دفعوا خيرة شبابهم وما زالوا يدفعون وما زالوا مستعدين لدفع المزيد إذا اقتضى الأمر. رابعا إن أهالي الزاوية مستعدين بكل صدق وأريحية للتضحية باستحقاقاتهم وترحيل مقاعدهم بالمؤتمر الوطني لصالح المنطقة الشرقية، معلنين بذلك أن وحدة الوطن ودماء أبنائه الزكية أغلى من المقاعد الزائلة. كيف لا؟ كيف لا وقد ضحت الزاوية بفلذات أكبادها نصرة لأهلنا في شرق ليبيا؟ خامسا أننا إن نتلو بياننا هذا من ميدان الشهداء في الزاوية نعول بثقة لا شك فيها على الأحرار والوطنيين والشرفاء في كامل تراب ليبيا، ونطالبهم الوقوف في وجه كل التحديات التي تمر بها بلادنا الحبيبة، كما نطالب من هذا الميدان الشريف كل النخب السياسية
من أحزاب وكيانات وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني توضيح موقفهم الرسمي من الفيدرالية والفيدراليين. حرر يوم الثلاثاء الثالث من شهر يوليو لسنة 2012 للوطن ولتراب الوطن، والسلام عليكم.